تحياتي. زي ما اتكلمنا قبل كده عن علاجات الضعف الجنسي او ضعف الانتصاب، مهم جدا زي ما قلنا اللايف ستايل بتاعنا، حياتنا، الرياضه، الاكل، الشرب، بالذات الاكل لمضادات الاكسده زي الخضار والفاكهه والجرجير زي ما بيقولوا. الروتين بتاع العلاقة لازم يتغير، لازم تكون متجدد في علاقتك بزوجتك، ما يبقاش حياتك روتينية. لكن لو فعلا بتعاني ولقيت ان الحبوب مش قادرة انها تكفي لعلاجك ولجأت الى الأدوية او العلاجات الحديثة، فانا احب اطمنك ان العلاج بالبلازما اللي هو بناخد الدم من نفس دمك انت وبنفصله وبنطلع البروتين منه وبنطلع المفيد من دمك ونحقنه مرة أخرى في العضو الذكري لإعادة شبابه مرة أخرى إلى ما كان عليه بالسابق، بقى متوفر حالياً ممكن مرة كل 6-7 شهور، ممكن مرة شهرياً 3 شهور بس في السنة. برضو البوتوكس اللي احنا بنستخدمه للتجاعيد بقينا بنحقنه في العضو لزيادة الدورة الدموية بتاعة القضيب، بحيث ما تحتاجش إلى إثارة كبيرة زي الأول، ممكن إثارة بسيطة جداً في العلاقة تؤدي إلى أدائك بشكل ممتاز. العلاج بالموجات التصادمية عبارة عن موجات معينة بنحطها بجهاز على العضو الذكري مرة كل أسبوع 6 جلسات كافية لأنها تعيد الدورة الدموية للعضو الذكري. وفي برضو أبحاث بتتم دلوقتي إنها ممكن يبقى حقنة واحدة في العمر كافية إنها تخلي العضو الذكري شباب طول العمر عشان دايماً تخليكم أحلى.